يستعد سكان أجزاء كبيرة من بريطانيا لمواجهة أمطار غزيرة ورياح قوية بعد تحذير خبراء الأرصاد من استمرار سوء الأحوال الجوية التي تضرب البلاد، تحذيرات دفعت السلطات إلى إجلاء عدد من القرى للمرة الثانية خلال أيام. بعض المتضررين أكد أن الطقس السيء لن يمنعه من مزاولة نشاطه. اتفقت مع الأطفال على أن نلعب كرة القدم الليلة، ولهذا فجمعت كل الأغراض، فكما يقولون يجب على العرض أن يستمر. من جهته تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ببذل كل الجهود الممكنة لمساعدة المتضررين جراء الفيضانات. لدينا مواجهة جديدة مع الطقس، وهو ما سيرفع منسوب النهر في بعض مناطق البلاد. نفعل ما في وسعنا ونقاتل في كل الجبهات. لقد نشرنا الجيش وتم وضع أكياس الرمال، كما أن أكبر عملية لضخ المياه في تاريخ بلدنا تجري الآن في سامرسيت. كل ما نستطيع أن نفعله سنفعله لحماية الناس. يأتي هذا في وقت شارك فيه الأميران هاري وويليام مع زملائهم العسكريين في مساعدة سكان بلدة داتشيت القريبة من لندن لبناء تحصينات ضد الفيضانات.